صليت العشاء؟ انت بقيت بتصلي دلوقتي يا عرب؟ هنعمل ايه بقى، كبرنا وبخطف العشاء كده بحبل نروح المركب. نورت مكانك ومطرحك يا غالي. اتفضل يا عم رحيم، اتفضل يا باشا. لا ما تاخذنيش، بس الواحد انا حسب ما اتعود اخويا، انا مرزوق هنا ليل نهار، لكن خلاص رجعت مكانك ومطرحك. اتفضل يا اخويا، اتفضل يا رحيم، اتفضل يا باشا. انا في السجن اهو، ده بقى اللي كان قلقني. ما تسمعش من حد غير رحيم، انت ما تعرفش ايه اللي حصل. وخلي بالك اخويا، في ناس كتير قوي عايزين يضربوا مفك ما بيني وما بينك. وانت قلقان ليه؟ ده انا وصلني كل خير. لا يا رحيم، انت ما تعرفش اللي حصل يا رحيم. اخوك بهدلني يا اخويا، بهدلني قوي. حتى اسال اختك، واروح بعيد ليه؟ يلا على البيت تشوف اختك وتشوف العيال وتحكي لك بنفسها. يلا قوم يا عم، يلا قوم. ياه، للدرجه دي مش طايق تشوفني قاعد على كرسيه؟ ايه بتقول يا رحيم؟ ايه يا عم الكلام ده؟ انا بقول لك اختك مشتاقه لك. انت مش عارف رحاب حصل لها ايه من ساعه ما مشيت، والله دمعتها على خدها لغايه دلوقتي. طب قسما بالله دلعت عجل الاسبوع اللي فات على روحك، قصدي على حسك، على حسك يا غالي يا ابن الغاليين. ياه، ولا لك شو يا رحيم؟ اللي بالحق، الخزنة دي فيها ايه؟ الخزنة دي فيها فيه. يا رحيم بضحك معاك يا جدع، وحشني الضحك معاك من زمان. بصراحة كده الخزنة دي ما فيهاش حاجة، أنت خدت كل اللي فيها، دي عالجنط. بقولك يا أبو السيد، أوامر. لغاية ما تصفي حساب السبع سنين اللي فاتوا، كنت عايز منك قرشين كده. كام؟ انت تؤمر. 2 مليون. كام؟ لا لا لا، انا معيش فلوس دي، الفكه والفته كلها في السوق. لا بس بسيطه بسيطه، انت تؤمر اللي انت عايزه، المال مالك اخويا، بس يعني سيبني 8 9 10 ايام كده، 5 4 3 ايام. تمام. ده انت ليك شو يا رحيم؟ داليا بابا خبطني. اصل ما كنتش عايز حد يشوفني، عشان كده استنيتك هنا. عايز ايه؟ انا كنت جاي اطمن عليك واطمن على امك وتطلب فلوس غصب عنها يا بنتي. اخر مشروع دخلت فيه خسرت كل فلوسي واتدينت. بابا بلاش الكلام ده معايا، انا عارفه كويس قوي بتعمل ايه بالفلوس دي. أنا بتضايق قوي لما بشوفك، عشان مش عايزة أشوفك كده. بابا لو سمحت تعالج وسيبك من الزبالة اللي أنت عايش معاها دي، وأنا هقنع ماما، أنا هقول لها نرجع زي الأول، بس ما تكسفنيش زي المرة اللي فاتت. حاضر. مش معايا غير دول.
نورت بيتك ومطرحك اخويا. ما كنتش مصدق انك انت هتجيبني بنفسك لحد هنا. ليه بتقول كده كبير؟ ده حتى الاصل اصلك رحيم. لما انت عارف كده خرجت اهلي منه ليه؟ انا قلت لك رحيم، انت في حاجات كتير ما تعرفهاش. يرضيك يعني؟ يرضيك اخوك يمد ايده عليا قدام عيالي ومراتي؟ يرضيك رحيم؟ طب وليه خليت رحاب تنقل القصر باسمك؟ هي اللي طلبت اخويا، حتى سالها. احنا خوفنا يعني بعد ما تعوض عليك يحجزوا على ممتلكات عيلتك كمان. بتشوف امينه؟ امينه؟ انا امينه ما شفتهاش ليا سنين. من ساعه ما اتجوزت اخويا ما اعرفش عنها اي حاجه. نورت رحيم. اتفضل يا كبير، مكانك ومطرحك. ارحاب. ايوه يا سيد. في ايه؟ تعالي شوفي مين عندنا النهارده. مين يا اخوي؟ رحيم وحشتني، وحشتني قوي يا اخويا، وحشتني. ازيك يا رحاب؟ تأخرتي كده ليه يا روحي؟ شغل. ولا يهم. ايه رايك في العشاء؟ حضرتهولك بنفسي. تعالى يا حبيبي، عايزك في موضوع مهم. خير؟ اتفضلي يا روح. مالك، في ايه؟ انا عايزه اتطلق. ايه؟ زي ما سمعت كده بالظبط. ايه رايك في الهديه اللي انا جايبها دي؟ حلو. نتعشى وتطلقني. منور يا اخويا، منور يا رحيم. ايه هو، انتوا نسيتوا خالكوا ولا ايه؟ كنت خايف ما اشوفكش تاني. فاكر الحضن بتاع زمان ولا نسيته؟ اقعد. ودي بقى رؤية اخر العنقود. ما شفتهاش انت لما اتولدت؟ كنت في ال قول ما تتكسفش. لما كنت في السجن انت مش حاكي لهم ولا ايه؟ ده سيد يعرف كتير قوي عنه، مش كده ولا ايه؟ عرب. طب يلا على اوضكم بقى يا بنات، عشان انتوا عندكم مدارس بكره. يلا يلا على اوضكم بسرعه. يلا يلا زياد، اتكل على الله. هقعد مع خاله شويه وبعد كده هطلع. يا عم اطلع، عايزين نتكلم مع خالك في كلمتين مهمين. ماشي، بس عشان ما نتخانقش. هو انت بتقفش كتير انت وسيد ولا ايه يا زياد؟ لا يا خاله ابدا، ما تشغلش بالك، لينا قاعدة مع بعض. الحمد لله على السلامة يا رحيم، الحمد لله على السلامة يا أخويا. الدنيا كانت وحشة قوي من غيرك والله.
الدنيا تظبط معايا كده وهباخد منك زيت. كلام ايه ده اللي انت بتقوله؟ زياد عمره ما هيفارقني، ده ابني، وبعدين ده مش كلام انا لوحدي. انا عمري ما فكرت انه ابن اختك عزه، وايه علم الله انا بحبه قد ايه رحيم. انا بقولها لك تاني يا رحيم اهو، محدش هياخد مني الواد. زياد ده ابني انا مش ابن اختي. الله يرحمه. صلوا على النبي يا جماعه، قوم يا رحاب حضري العشاء. الصلاه والسلام. تحب تاكل ايه يا حبيبي؟ لا ما انا اكلت قبل ما رجاله جوزك يهجموا عليا. يا لهوي، رجاله ايه دول اللي هجموا عليه؟ لا ده سوء تفاهم وخلص في الترق ترقته. بس رحيم غايب يعني، وفي حاجه كتير قوي ما اعرفهاش. انا وصلني كل حاجه. يبقى هشام وحلم هما اللي حكولك. لا ما اسمعش من حته واحده رحيم، لازم تسمع مني انا كمان. ولا يا رحاب؟ السيد عنده حق، في حاجات كتير قوي انت ما تعرفهاش يا رحيم. اه هشام زعل سيد جامد، عمل حاجات ما ينفعش ابدا تتعمل، ولولا يعني ان سيد عامل لك خاطر ما كانش سكت ابدا. يرضيك يعني هشام يضرب سيد قدام عياله؟ يرضيك؟ يرضيك؟ ما بلاش السير الهبات ده يا رحاب. رحيم خلاص بقى في وسطينا. هو انت اخر مره شفت فيها اخوك هشام كان امتى؟ من ساعه الخناقه يعني، من مده كبيره كده، تقريبا اكتر من سنه مثلا. طب اخوكي متخانق مع جوزك ما تساليش عليه؟ طب بلاش، هو ابوكي ذنبه ايه؟ ما انا بقول لك يا رحيم، في حاجات كتيره قوي انت ما تعرفهاش والله. وبعدين ابوك خد صف هشام، هو اللي سابني ومشي بمزاجه. اه والله هشام اخوكي مخطوف، محدش يعرف عنه حاجه بقاله فتره. يا لهوي، ومين اللي خطفه؟ ما انا جايلك علشان اعرف منك اي حاجه تساعدني الاقيه. انا معرفش عنه اي حاجه.